افرح بيوم النصف من شعبان، يوم تفرد في مدى الأزمان. هنئ رسول الله أحمد بابنه، وانثر لدى الزهراء عطرة هاني. فاليوم تحلو للمحب صلاته، للمصطفى والآل من عدنان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخواني وأخواتي في كافة أنحاء العالم وخصوصا السويد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم وأهنئكم بذكرى مناسبة ولادة إمامنا المولى صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وبهذه المناسبة العظيمة ارتأى مركز الإمام علي عليه السلام الإسلامي أن يقيم حفلا بهيجا عبر وسائل التواصل الإلكتروني، وذلك للظروف التي تخيم على كافة أنحاء العالم بسبب مرض الكورونا الخبيث. أعاذنا الله جميعا وحفظنا منه وعوائلنا، وشفى الله المرضى في كل ربوع العالم وبالخصوص في العراق وإيران ودولنا الإسلامية وعوائلنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أولى فقراتنا ستكون آي من الذكر الحكيم للشاب المؤمن يوسف الأسدي، نستمع إليه بعطر الصلاة على محمد وآل محمد. سلامتي أول إمام زمان صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا وَتَتَّقُونَ
بسم الله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله أخوتي وأخواتي الأكارم، ونحن في أيام شهر شعبان المبارك، نحن في خضم أعظم مناسبة، وهي مناسبة ولادة الإمام المهدي، ولادة الموعود المنتظر الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا، ويومئذ يفرح به المؤمنون. جعل الله هذا اليوم قريبا عاجلا بحق محمد وآل محمد. لنا في هذا الحفل محاضرة قيمة خاصة أعدها لنا سماحة الشيخ سلام العلي من قم، فنستمع إليه ببركة وعطر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء، ولمراجعنا العظام ولعلمائنا الأعلام ذكرى ولادة منقذ البشرية والإمام الموعود الإمام المهدي الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، ومن الذابين عنه في مقوية سلطانه، ومن المستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. في بداية حديثي بهذه المناسبة الميمونة المباركة، وفي أيام شعبان المعظم المبارك، ونحن نحتفل بذكرى ولادة الإمام الحجة صاحب العصر والزمان، في هذه الولادة التي شعت وملأت الكون بأسره، أتكلم من خلال نقطتين. النقطة الأولى في ذكرى المناسبة والولادة الميمونة، حيث ورد في الروايات في ليلة النصف من شعبان المعظم شعبان المبارك، أتى الإمام العسكري عليه السلام إلى عمته كما ورد في الروايات حكيمة ابنة الإمام الجواد، وقال لها: يا عماه، سوف يولد في هذه الليلة، وهي طبعا في بعض الروايات كانت صائمة، فقال: اجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة، لأنه في هذه الليلة سيولد الإمام الحجة. سألته: ومن هي أمه؟ فقال: هي نرجس. فقالت: لم
يظهر عليها شيء، يعني ما كان عليها آثار الحمل، ما كان عليها أي آثار الحمل، فقال هو كذلك. فتقول لما أقبلت حكيمة وطرقت الباب وفتحت لها الباب فقالت لها نرجس من في الباب سيدتي حكيمة؟ قالت بل أنت سيدتي وسيدة العالم، لأنه سيولد الإمام منك هذه الليلة. ودخلت حكيمة وبقيت عندهم بعد الإفطار بعد العشاء إلى أن جن الليل، وولد سلام الله تعالى عليه. وتكلم في الرواية تكلم معه الإمام العسكري، وأجاب الإمام العسكري بأنه سلم على الإمام وتشهد الشهادتين، ثم قال الإمام إلى حكيمة أخذه إلى أمه ليسلم عليها. فهذا الإمام اللي اقتضت الحكمة الإلهية والمشيئة الإلهية أن يغيب عن الأنظار هذه الفترة الزمنية، الله سبحانه وتعالى يختبر وينتخب ويحافظ عليه، يختبر هذه الأمة. ومن أجل الحفاظ على هذا الإمام وذخره الله لآخر الزمان، آخر الزمان اللي يرتبط بالنقطة الثانية اللي يريد أن أبحثها في هذه المناسبة العطرة، وهي في انتظار الفرج وفلسفة الفرج، حيث ورد في الروايات أن أفضل العبادة انتظار الفرج. إخوان أخواتي، ما المقصود بانتظار الفرج؟ ما هي فلسفة الانتظار؟ انتظروا الفرج ورد في روايات كثيرة عن الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام، عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام، عن الإمام الجواد عليه السلام، عن الإمام العسكري عليه السلام. في كثير من الروايات ورد أنه انتظار الفرج، حتى ورد عن الإمام عليه أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج. وورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أن انتظار الفرج أعظم أو من أعظم الفرج، انتظار الفرج من أعظم الفرج، يعني هو الفرج يكمن في انتظار الفرج. وورد عن الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام انتظار الفرج بالصبر عبادة، أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج. حتى ورد أيضا في الروايات انتظار الفرج اللي مسمى باسم الإمام، لاحظ المنتظر كما ورد في الرواية، المنتظر للثاني عشر، المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه في سبيل الله. الشخص اللي منتظر للثاني عشر كالإنسان الذي يعني كالمجاهد شاهر سيفه مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الانتظار، فلسفة الانتظار يمكن أن نقسمها إلى قسمين، عندنا انتظار سلبي وعندنا انتظار إيجابي. ما المقصود بالانتظار السلبي والانتظار الإيجابي؟ أعزائي، الانتظار السلبي بمعنى هو المكوث والجلوس في البيت وخلص، أنا أنتظر الإمام، أنتظر الإمام من دون عمل، هذا يسمى انتظار سلبي، وهذا ليس هو المقصود من الروايات، بل المقصود من الفلسفة الانتظار والروايات هو الانتظار الإيجابي، بمعنى أنه أهيئ العدة لانتظار الإمام، أهيئ أن أكون مستعد بحيث أنه لو ظهر الإمام في أي لحظة كل إنسان في حد نفسه في قرارة نفسه يكون مستعد لظهور الإمام، يكون هو على أهبة الاستعداد لظهور الإمام. فكيف يكون الاستعداد؟ كيف الإنسان ينتظر حتى يكون من المنتظرين؟ لأنه عظمة المنتظر
بعض الروايات إشارة إلى معنى مضمون رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يحدث أصحابه في على آخر الزمان وانتظار الفرج، أنه يتمنى أن يولد هو آخر الزمان ليكون من المنتظرين. يعني يقول أنه أنا أتمنى أن أكون من المنتظرين، يعني يعيش في هذا الزمان زماننا اليوم. فكيف مع هذه الفتن الآن التي نراها، ومع هذه الوباء والبلاء اللي يحل بالأمة الإسلامية، الإنسان يهيئ نفسه، يعني يلتزم بواجباته، يبتعد عن المحرمات والمنهي عنه، يتخذ السلوك المعين لفعلا يكون من أصحاب الإمام. الذي ينتظر الإمام لابد أن يهيئ نفسه حتى يكون من أصحاب الإمام، حتى يكون منتظر. أول هذا الشيء هو الصبر، هو الصبر كما ورد في الروايات، انتظار الفرج بالصبر عبادة. لاحظ أنه إذا كان الإنسان صابر، طبعا الصابر صابر على البلاء، صابر عند المصيبة، صابر سواء كان صبر في العبادة، حتى العبادة تحتاج إلى الصبر، العبادة تحتاج إلى الصبر، وأيضا الابتعاد عن المحرمات يحتاج إلى الصبر، فكلا الأمرين يحتاج إلى صبر. الإنسان يصبر، يصبر يتمسك باللي تريده الشريعة الإسلامية، ومن أجل مصادق هذا الإنسان الصابر هو التمسك بقول العلماء، بقول مراجعنا العظام حفظهم الله جميعا ورحم الله الماضين منهم، حتى يكون فعلا يعني مطيع. الإنسان المطيع للمولى إذا يريد يطيع المولى عز وجل هو يطيع الآن نائب الإمام، نائب الإمام وهو الفقيه الجامع للشرائط المرجع، فبإطاعته هو إطاعة لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه. فإذا يصبر نفسه، يوطن نفسه على ما تريده، خصوصا في واقعنا المعاصر اليوم وهذه الأزمة التي نمر بها، هذا الوباء الذي انتشر الآن في ربوع الأمة الإسلامية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع شر عن بلاد المسلمين. لاحظ أنه هذا اختبار وامتحان وبلاء حتى يمحص فيه الإنسان، حتى يمحص فيه الإنسان. ولذا ما يقوله العلماء الآن، الإنسان يتمسك، يتمسك بما أرادته الصحة أو الأطباء أو ما يفترضه بعض المسؤولين، يفرضه بعض المسؤولين في سبيل الحفاظ على النفس، والحفاظ على النفس واجب. ولذا ترى علماءنا الأعلام، مراجعنا العظام، أفتوا بوجوب التمسك بالقوانين الصادرة من هذه الجهات وبالتعليمات الصادرة من هذه الجهات. فإذن ونحن نعيش هذه الأيام أيام الولادة الميمونة، ومقبلين أيضا على شهر الطاعة وشهر المغفرة، وهذا الموسم العبادي، موسم العبادي، الموسم اللي هو شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان المبارك، هذا الموسم العبادي، مقبلين على ضيافة الباري عز وجل في شهر رمضان المبارك، وفي هذه الأيام المباركة وهذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، ما لها من أعمال وما لها من آثار. أول شيء كما قلت أحبائي، الإنسان يصبر على الاختبار والبلاء، ويتمسك بالتقوى، ويبتعد خصوصا مع هذه الظروف الآن اللي نعيشها، اللي نجد أن الظروف تقريبا أخذت تريد أن تبعد الإنسان المسلم عن الطريق الصحيح، عن الصواب، وخصوصا ما نرى الآن من المغريات الكثيرة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر هذا الإنسان، ولذا تجد أن الناس يجلسون في بيوتهم مثلا نتيجة المرض أو الفيروس أو غير ذلك، فيستغل الإنسان الفرصة، يستغل الإنسان الفرصة بتصفية حسابه مع الباري عز وجل ومع إمام زمانه، نصفي حسابنا مع الإمام الحج عجل الله تعالى فرجا، الذي نحن نحتفل بذكرى ميلاده وننتظر ظهوره ونترقب ظهوره.
لأن الأعمال كما ورد في الروايات تعرض على الأئمة وتعرض على الإمام بالخصوص. أعمال الإنسان، أعمال الإنسان تعرض على الإمام عجل الله تعالى فرجه. فهل يا ترى أنه أعمالنا تبيض وجوهنا أمام الإمام؟ هل أن الإمام سوف يستر بذلك ويفرح بما يراه من أعمال شيعته أو لا، أو نكون نحن سبب لأن الإمام يكون غير راضي عنا؟ فلذا هذا الأمر الأول اللي هو الصبر. الأمر الثاني من فلسفة الانتظار، وأن يكون الإنسان من المنتظرين بالانتظار الإيجابي، أنه يكون مستعد بأنه يزكي نفسه، تزكية النفس للظهور، تزكية نفسه، تصفية حسابه مع الباري عز وجل، سواء كان في الأمور اللي ترتبط بينه وبين الله أو بينه وبين الناس. هذه اللي وهذا الأمر الاجتماعي المهم، تزكية النفس ترتبط حتى بالأمور بالأمر الاجتماعي. الأمر الاجتماعي الإنسان يوطن نفسه، يوطن نفسه، يصفي حساباته مع الآخرين، سجانب حتى يرتبط بأعظم شيء، بأقل شيء، بأدنى شيء أو بأعلى مرتبة، مثلا الغيبة، البهتان، أكل حقوق الناس، زين، التعرض لأعراض الناس وغير ذلك. هذا الإنسان يحاول أنه يزكي نفسه، يبتعد عن كل هذه الأمور، كل هذه الأمور يحاول أن يبعد نفسه عنها في سبيل أن يكون واقعا بينه وبين نفسه أنه مستعد للظهور، أنه منتظر. عندما يقول اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة، يعني هو يكون مستعد سواء كان في هذه الساعة أو كل ساعة، هو مستعد، هو بعد يكون على هبة الاستعداد، لأنه إذا زكى نفسه وإذا صبر على هذا البلاء والصبر على الطاعة، وأتى الطاعة بالواجبات بطاعتها الصحيحة، صبر على المعصية وابتعد عن المعصية، صبر عند المصيبة، حمد الله سبحانه وتعالى وشكره، فإذا هنا يكون من المنتظرين. أمر الثالث ولا أطيل المقام في هذه المناسبة هو الذكر، حتى يكون من مصاديق الذاكرين لله سبحانه وتعالى. الانتظار الإيجابي هو نتائج هذا، أن الإنسان يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. ولذا وعندما نرجع لمسألة الذكر، تجدون أحبائي أن القرآن الكريم صرح بمفردة مع الذكر. عندما تستنطق آيات الكتاب العزيز تجد أنه عندما يتعرض لمسألة الذكر يردف معها لفظة وهي الكثرة. لاحظ والذاكرين الله كثيرا، اذكروا الله كثيرا، دائما هذه الكثرة فقط مع الذكر، ما قال أن المصلين قانتين الصابرين الصائمين كثيرا، لا، فقط بالذكر. وهنا المقصود من الذكر، المقصود من الذكر حتى يتلائم مع أيضا فلسفة الانتظار ويكون هذا من منتظرين الإمام، هو الجانب النوعي، جانب الكيفي بالذكر وليس الكمي، وإن كان الكمي مطلوب بعض الأحيان، يعني ليس فقط لسان، لقلقة لسان وذكر باللسان فقط، وإنما النوعية الذكر، الشكر، شكر الباري عز وجل ذكر، عبادة ذكر، لكن النوعية وليس الجانب الكمي، وإنما كيفية العمل، كيفية العمل له دور. فالإنسان يحاول أنه في كيفية عمله، ليس أنه فقط، نعم بس مطلوب أنه يمسك المسبحة مثلا ويذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح، يكبر، استغفار، هذا مطلوب لسانا، لكنه المفروض القلب، العمل، اللسان يلهج والقلب أيضا يكون متيم بحب الباري عز وجل وبحب الأعمال، ويكون أيضا موطن نفسه لهذا الشيء. بعد من الأمور هو الإذعان،
الإذعان والتسليم للإمام عجل الله تعالى فرجه ولأهل البيت. تسليم أن السير على خطاهم، وإحنا دائما نقول أنه اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، أمتنا ممات محمد وآل محمد. وهذا مماتهم كيف يكون، حياتهم كيف تكون. الإنسان يوطن نفسه، شدة، رخاء، مرض، ابتلاء، مصيبة، غير. الشكر الجزيل لسماحة العلامة الشيخ سلام العلي على هذه المحاضرة القيمة، جزاه الله خير جزاء المحسنين. الفقرة الثانية هي التي قال فيها الإمام الصادق عليه السلام: من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة. الآن فقرة الشعر، شعر في أهل البيت عليهم السلام، ومع الشاعر جواد العقيلي، فلنستمع إليه مصحوبا بعطر الصلاة على محمد وآل محمد. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأخوة الحضور، الأخوات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنيكم ونفسي بذكرى مواليد الأقمار المحمدية والبدور العلوية، الحسين والعباس وعلي السجاد وعلي الأكبر، ثم ميلاد مولانا ومقتدانا وحجة الله على أرضه صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ويميتنا على حبهم وولائهم، آمين رب العالمين. ثم كلمة شكر للأخوة القائمين على هذا المكان المبارك على دعوتهم الكريمة. أسأل الله لهم ولكم ولنا القبول بحق محمد وآل محمد. سقاني سقاني من كؤوس الوجد وجدي، فأترعت السقى علاه يجدي، وألبسني الشباب ثياب عز قشيبا رثها والحلم وردي، أناوش قوة برج الثريا، مفاتح سرها الجوزاء عندي. ولما جاوز العشرين عمري تذوقت التفاخر والتصدي، وأعركني ثلاثيني دهري، فأعركت الزمان جليل جهدي، وأمسكت العصا نصفا ولما عقودا أربعا قد جاز عقدي، خبرت المر حتى مر حلقي، وأعسلت اللما فلماه شهدي، فلم أر في الحياة حياة مهل، ولا أخبرت أن نضب التحدي، وأيقنت النجاة وأيقنت النجاة صفاء ود، وسيفا صارما مشبوذ حدي، فإن أحبب فاحبب ذا خلاق عليا والحسين الصبر قصدي، وإن يوما ندبت فلا تماري بها، واندب إمام الكون مهدي. التملك شعبي أبو زهراء تطفلا، التملك غير حبك ما تملك، التملك غير حبك ما تملك، قسم روحي مهدي ما تملك، اللي يموت بطيف حبك ما تملك، اللي يموت بطيف حبك ما تملك، تتوج بالحشر زهرة الزكية. أغبطك
بالفرح يا شهر شعبان، أغبطك بالفرح يا شهر شعبان لأن نور الولاية بيك. شعبان إن شعبنا بالفرح مو شعب، شعبان لجل حسين والمهدي سوي. شعبان أغبطك بالفرح يا شهر شعبان لأن نور الولاية بيك. شعبان إن شعبنا بالفرح مو شعب، شعبان لجل حسين والمهدي سوية. حاكمني الصبر جلباب صبر حاكمني، وليالي السود عقبك حاكمني. لو أن ربي نصبني حاكماني، لو أن ربي نصبني حاكمني، لقد ملكون للمهدي هدي. ما بين لامعة الضبا، ما بين لامعة الضبا والعلقم، صال الصميدع بالبراق الأدهم. شبل كأن الله ملكه الفضا، والأرض ما بين الجماجم والدم. يدعو فتعجزه الرجال هروبها، فتراه بدرا في السحاب الأسحم. بين الرهاف وبين بار وجهه صف كترحاب الحجيج بزمزم. له غرة حاك الرسول بنورها، والبارقان كناية عن فاطم. عن حيدر من حيدر شد السواعد قوة، والقلب حتم من سلالة هاشم. فيه الحسين ينور من وجناته، والراية العباس خير معلمي. هذا الحسين، هذا علي بن الحسين بن علي، موت ببائنة القضاء المبرم. أكرم به من حيدر لهواته، وصفاته صفة الرسول الأعظم. ما ربع عباس تربة علي، عباس تربة علي مثل أبد ما ربع. ما يرجع من الحرب إلا وخذ، ما ربع طبل الشريعة وغرف. عين العدو ما ربع صارت جمع من قسم، ما بين أخذ ورد. هذا الصميدة علي للماي شن ورد، قالوا علي مو علي عباس، هذا ورد ابن النسر كالنسر عش قمم مورو. ظهر الفساد وهذه أعلامه، برا وبحرا في طريق المسلس. ذو الدين يعبد درهما ويصونه، صون العزيز الأحوط المتمرس. فيروح أو يغدو بذكر لجاجة، عبد اشتهاء أو قوام مائس. غلت أيادينا بفعل صنيعنا، ذلا لبسنا وحقير الملبس. ذبحوا أفاضلنا بشفرة سيفنا، والناس بين مولول ومهوس. انهض فديتك، انهض فديتك ولتفك رقابنا. يكفي خنوعا طال عمر البائس. أو ثور البركان بين ضلوعنا، واشدد زنود العارك المتحمس. واسحق بنا رأس الطغاة بهامها، في يوم مشلول الأصاغر. أخرسي أطلب ضلوعا للحسين بكربلاء، والباب والمسمار في صدر
أسي يندب رضيعا لم يأن لفطامه فطموه نبلا مشحذا حدا قسي والكف كف الجود رد زنودها وارسم بقلب الكون صورة عابسي أعبر بنا صوب المنايا قائدا تفديك بالآباء ثم الأنفس واظهر بنا عدا وقصدا ضائعا من يوم قابيل ليوم المقدس واركز على شاطئ الفرات بيارقا طاحت وما طاحت بحجز الأرؤس عجل فديتك رب حان أوانها قسما عليك بفاطم وبنرجس. خير الختام في مولانا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، فدتك نفسي متى عيشي بقربك علت صبرا، عبيدك ذاب قلبي من فراق وكيف تصبري والروح حيرا، فكم سحت مآقي العين دمعا تؤجج في حنايا الروح جمرا، وكم حج الفؤاد إليك شوقا يلبي مقبلا ويطوف إسرا، أحن لجلسة في صحن قدسك أنهنه خاطري والقلب يقرا يممها المنائر فيض حبي، وألثم ضارعا للباب سترا وأمشي نحو قبرك بارتعاش، أقدم خطوة وأزف أخرى، أكب على ضريح أنت فيه وأشكو فيك منك إليك دهرا، توزرني وأبعدني طويلا فعذرا يا حبيب الروح عذرا، وخذني يا حبيبي مل قلبي وملتني الهموم وأنت أدرى، فبئس العمر فبئس العمر دونك يا علي إذا لم ألثم الأعتاب فجرا. وجود علي أصل الخلق كله، علي أصل الخلق كل وجود علي ما ينحزر علمه، وجود علي بعباس وجفوفه، وجود كشف ذرة من أسرار الخفية. وانتحال جميع الكون حاله، وانتحال صعب صعب تعريف شخصك، وانتحال لغز اسمك يا حيدر، وانتحل فقط معروف عند الله ونبي. وتربان علي حبك وتر قلبي، وتربان أعفر جبهتي بذكرك، وتربان الماء الناس ما خلقتها، وتربان وانت النور منك أخذ ضيّ. أنا دائما أقول في آخر قراءتي أقول حاشاك أن أهلك وأنت إمامي، حاشاك أن أهلك وأنت إمامي أو أكتوي بالنار، لا حاشاك، فالله أوقد ناره لعدوك وأنا أكرم بأنني مولاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقرتنا الأخيرة أخواني وأخواتي الأكارم هي فقرة المدائح، وهذه الفقرة التي تحيي
ذكر أهل البيت بالفرح، فالآن مع مدائح لأهل البيت عليهم السلام يتلوها علينا المنشد الرادود مصطفى النائب من لندن، فلنستمع إليه بعطر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين، ثم السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد. أدم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة على النبي محمد. ويا هذا الحضور هاي الصلاة مو مقبولة إخوان، جزاكم الله خير الجزاء. أنا ضيف عندكم إخواني، هاي أول جيتي، فجزاكم الله خير الجزاء. إن شاء الله ساعدوني، بارك الله بكم وما تقصرون، مأجورين إن شاء الله. ما الله وليكم. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا الصلاة على النبي محمد. طال انتظارك يا حبيب قلوبنا، والشوق فاض وطاف في جنباتي في كل فرض بالصلاة، في كل فرض بالصلاة وسجودها، تعجيل يومك أول الدعوات، يا خاتم الأطهار، يا خاتم
البداية وبك الختام بفجر خير آتي. ماذا أقول؟ ماذا أقول وأنت نور وجودنا مولاي؟ مولاي فيك تحيرت كلماتي، وسأبتدي من حيث يبتدئ العلا، فعلى الرسول وآله صلواتي. ميلادك العجيب لاح لكل عين، شع ولا يغيب من حضرة الحسين، من حضرة ميلادك العجيب لاح لكل عين، شع ولا يغيب من حضرة الحسين، من حضرة نورك إذ تجلى سعت له البصائر، أشرق في الليالي ليوقظ تدلى، يكحل النواظر يا غائبا تسمى، كيف وأنت حاضر؟ كيف وأنت حاضر مكاني بشاطئيك ترسو سفينة الأماني، تهليلة الصباح لسيد البطاح، والطير طار بلا جناحي، واهتزت الخمائل تبوح للرياح، وصاحت المآذن حي على الفلاح. الله الله، حي على ميلادك العجيب لاح لكل عيني، شع
ولا يغيب من حضرة الحسين من حضرة وهذه الشموع موقدها الضلوع وكلها انتظار والفرج الطلوع فتهزج الجراح وتضحك الدموع وتنهض البتول وينهض البقيع وينهض يا شهقة المعابد يا دمعة المساجد الموت صار أولى من كل ما نشاهد وأنت يا عليم تعلم ما نكابد من جاحد أثيم وجاهل معاند وجاهل صبرك يا مفدى حدوده تعدى وإننا عطاشا وماؤنا تبدى جراحنا حبالا ودهرنا استبدى وشدة الشقاق ما زالت الأشدى ميلادك العجيب لاح لكل عيني شع ولا يغيب من حضرة الحسين من حضرة الحسين صلوا على محمد وآل محمد للشاعر الأديب مهدي جناح الكاظمي اللي أطلبه من الشباب اللي قاعدين بالخلف ما أدري إذا أمكن تتقدمون لقدام حتى تساعدوني بالجواب جزاكم الله خير الجزاء صل على محمد وآل محمد يا غايب يا غايب يا غايب يا غايب حق لو يا غايب حق لو أعتب وسايل وغير الفرج ما وسايل وسايل وحق دم الجرى ويجري وسايل وحق دم الجرى ويجري وسايل الشيعتنا طرق صبح ومسية صلوات على محمد
عهد معهود من الله ونبينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود أريد جواب منكم هم يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود عهد معهود من الله ونبينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد أريد مشاركة الجميع يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد عهد معهود من رب البرايا عهد معهود من رب البرايا الإمام المهدي يظهر بدرايا الإمام المهدي يظهر بيد بعد إمام المهدي يظهر بيده إمام المهدي يظهر بدرايا وغياب المنتظر من البداية اختبار وربنا يعرف بالنهاية اختبار وربنا يعرف بالنهاية ورغم أحقاد أصحاب الضغينة يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود يرد ويعود عهد رب العباد ويا البرية عهد رب العباد ويا البرية وصل بلسان مبعوثة ونبية عهد رب العباد ويا البرية وصل بلسان مبعوثة ونبية قيامة ما تقوم على البرية قبل ما يظهر المهدي وصية قبل ما يظهر قبل ما يظهر يا إذن قبل الحساب وقبل حين يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود افرح نا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويجينا تغيب خاتم العترة الشريفة تغيب خاتم العترة الشريفة وعمل ربعين أهل السقيفة وعمل ربعين أهل السقيفة صحيح جروح الغيبة مخيفة لكن نصبر على الجرح ونزيفة لكن نصبر على الجرح ونزيفة لأن لابد بعد غيبة ولينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود يرد ويعود غايب سلام الله بحضوره وبغيابه سلام الله بحضوره وبغيابه على محي الدين واحكامه وكتابه وقبل ما يبتدي الرب بحسابه يرد ويحاكم اشرار الصحابه يرد ويحاكم اشرار الصحابه يكبر بالحرم قبل المدينه ويرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود غايب يحاكم للنواصب والمية اسمع 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 خلي فكرك يمي رحم الله والديك يحاكم للنواصب والمية وشعاره يا لثار الغاضرية يحاكم للنواصب والمية وشعاره يا لثار الغاضرية يصلب للكسار ضلع الزكية ويشيد دولة للحق جعفرية ويشيد دولة للحق جعفرية ويشيد دولة للحق جعفرية وينشر للعدل والله ليعينه ويرد ويعود والينا ويرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود غايب للشاعر للشاعر الأديب نجم الصراف الكاظمي يحاكم للنواصب والمية وشعار يا لثار الغاضرية يحاكم للنواصب والمية وشعار يا لثار الغاضرية يصلب للكسار ضلع الزكية
شيد دولة للحق جعفرية ويا شيد دولة للحق جعفرية ينشر للعدل والله ليعينه يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد ويعود غايبنا ويجينا يرد يا مهدينا يا مهدينا يا حجة الله علينا يا مهدينا يا حجة الله علينا يا مهدينا يا مهدينا يا مهدينا يا حجة الله علينا جواب أعلى 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 دينا يا المنتظر ناداك قلب الموالي مولا يظل وياك مهما جرالي ومن يرفع الرايات شفاك يا غالي من مكة يطلع نور بالحق يلالي يا مهدينا يا مهدينا يمت الوعد والينا يا مهدينا هلا يا مهدينا يا مهدينا يا حجة الله علينا يا مهدينا يا مهدينا يا مهدينا ما شاء الله بالشباب يا مهدينا يا مهدينا حبك قدر مكتوب ونضيع هيهات والبيعتك منعوف لا والسماوات حبك قدر مكتوب ونضيع هيهات والبيعتك منعوف لا والسماوات يا المهدي والجافاك موتك جهل مات ما تفيده بالميزان كل العبادات يا مهدينا يا مهدينا ضي نورك يضوينا يا مهدينا ضي نورك يضوينا يا مهدينا لا يا مهدينا يا مهدينا يا حجة الله علينا يا مهدينا يا حجة الله علينا لو غايب على العين عن قلبي ما تغيب من المهد أهواك حد راسي ما يشيب لو غايب على العين عن قلبي ما تغيب من المهد أهواك حد راسي ما يشيب والتك وياك من والى ما يخيب ما يهم ضيم وجور لا يهم تعذيب يا مهدينا يا مهدينا ادركنا واظهر لنا يا مهدينا يا مهدينا يا مهدينا يا حجة الله علينا يا مهدينا يا حجة الله علينا يا مهدينا يا حجة الله علينا يا مهدينا يا حجة الله يا ليله الهلال غايبنا ونترباله يا ليله الهلال غايبنا ونترباله يا رب عجل بظهوره يا رب عجل بظهوره اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج الله ما اريد واحد ساكت في القاعة بدون تصفيق جزاك الله خير اللهم اعلى 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 اللهم عجل لوليك الفرج اللهم كالفرج ما مرت بالليل طيوف عن العين بعيد عين بعين نريد نشوفه ومنا قبل الإيد كم روح لظلت ملهوفة ويا نتلاقى نريد
كم روحي لظلت ملهوفة وياني تلاقى نريد نحكي لهموم لبينا حاضر يسمع مهدينا نحكي لهموم لبينا حاضر يسمع مهدينا للكون وهو بنوره يا رب عجل بظهوره اللهم عجل لوليك ارفع ايدك اللهم عجل لوليك ايش قد تحب امام زمانك هم عجل لوليك اعلى 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 الله يك الفرج وينك تندب شيعة حيدر هيا ثار حسين يا سامرش قد نتحسر ونهل دمع العين من فجرك صبح الحق جهجر ما دام صبح وين من فجرك صبح الحق جهجر ما دام صبح وين ذاك اليوم بمصباحه يا محل العيد فراحه ذاك اليوم بمصباحه يا محل العيد فراحه خلي الواد مسروره يا رب عجل بظهوره اللهم عجل لولي اللهم الله اللهم عجل علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي 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 مولى علي علي مولى علي علي مولى علي 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 مولى علي علي مولى تعبتوا علي علي مولى يا بذا ما ساعدوني انا اتعب علي 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 مولى علي علي مولى علي علي مولى يحفظك امير المؤمنين ذكر امير المؤمنين عباده لا تبخل بصوتك بعد مره صوت اعلى علي علي مولى علي علي مولى علي 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 مولى طفح جاس الهوى بحبنا طفح جاس الهوى بحبنا وصحنا وهتفنا بحب علي الليلة وصحنا يمت المرقدة يمت المرقدة نوصل وصحنا وصحنا وننصب محفلي ونفرح سويه علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي 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 مولى اعلى 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 اش كثر حسرات خلي فكرك امي رحم الله والديك اش كثر حسرات من الشوق يا ريت وعليك دموع فرحة وأمل يا ريت إلي جناح يا
أبا الحسن يا ريت وانزل ينضريحك هالمسية. علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي بما سوى فكندي همسايا حمارا همسايا حمارا شناخت من به خدا قسم خدا را. علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علي علي مولا برأي قداي مسكين در خان يا علي زان كنقين بادشاهي دهدست کرم گدارا به جز از علی به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 عجيب عجيب الحيدر يعدون وينك وينك عجيب عجيب الحيدر يعدون من بعد النبي رابع وعلي بنص الوحي أول برضه وبالسما السابع علي الكرار علي الكرار للأصنام لا ساجد ولا راكع والشيعة حيدر يكفيها والشيعة حيدر والشيعة حيدر يكفيها والشيعة حيدر والشيعة حيدر يكفيها
درع العرش مكتوب. خلي فكرك يمي جزاك الله خير الجزاء. حيدر على العرش مكتوب والأنوار تتلاله، ومثل ما صلى على المختار صلى على الوصي وآله. اسمع إذن منصور، إذن منصور يا هالناس كل من للوصي وآله. يكفينا حيدر والينا، يكفينا حيدر، يكفينا حيدر والينا، يكفينا حيدر، يكفينا حيدر والينا، يكفينا، يكفينا حيدر. فخر تاج الإمام يكون من حيدر علي يبدي، فخر تاج الإمام يكون من حيدر علي يبدي، وختام بآخر الأطهار عند الغايب المهدي. وغير آل النبي الأبرار أبد والله ما عندي، والراية تنطر مهدينا، والراية تنطر، والراية تنطر، والراية تنطر بخدمتك. والراية للشاعر الأديب نجم الصراف الكاظمي. فخر تاج الإمام يكون، فخر تاج الإمام يكون من حيدر علي يبدي، وختام بآخر الأطهار عند الغائب، عند الغائب، عند الغائب المهدي. وغير آل النبي الأبرار أبد والله ما عندي، والراية تنطر مهدينا، والراية، والراية تنطر، والراية تنطر، والراية تنطر مهدينا. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان، وإليك يا رب المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا، قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، بأعلى صوتك يا محمد يا علي يا محمد، يا محمد يا علي، يا علي انصراني فإنكما ناصراي،
واكفياني فإنكما كافياي. يا مولاي يا صاحب الزمان، يا مولاي يا صاحب الزمان، يا مولاي يا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث، أدركني 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اقض حوائج المحتاجين ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اكشف الغم عن هذه الأمة، واصلح بين أمور المسلمين بظهور الحجة. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. قبل الانتقال إلى الفقرة الأخيرة، أخوتي وأخواتي الأكارم، أحب أن أنوه إلى البرنامج الرمضاني، برنامج شهر رمضان المبارك. في حال أن الأمور تعود طبيعية، فسيكون برنامج شهر رمضان المبارك في مركز الإمام عليه السلام يعود إلى حاله الطبيعي، أن يبدأ البرنامج بجلسة قرآنية الساعة 7 مساء في مصلى مركز الإمام عليه السلام. أما إذا استمرت الظروف هكذا، فستكون هنالك جلسة مغلقة تبث لكم من مصلى مركز الإمام عليه السلام أيضا في الساعة 7 من كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تكون هنالك تلاوة قرآنية الساعة 7 تبث لكم عبر الفيسبوك من مصلى مركز الإمام عليه السلام. أما الآن فمع الفقرة الأخيرة من حفلنا لهذا اليوم، وهو مقطع فيديو عن الإمام المهدي عليه السلام. أترككم مع مشاهدته، وأدعو لكم بأن يحفظ الله عوائلكم ويحفظكم وكل عزيز لديكم، يشفي جميع المرضى، يشفي أمراء مرضاكم بإذن الله، ونسألكم الدعاء. وإن شاء الله لنا لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب. سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي. قلبنا
انتظار روحنا ذبلا وما ظل اصطبار قل لنا حتى متى فيك نحار غرقنا في المحن صاحب الأمر الأمان قم لنا يا ابن الحسن قم بسيف العدل يا حلم كل الأنبياء حرب الظلم بنا وانتصر الأنبياء